بعض الأهالي يقومون بالمساعدة بإدخال الطعام إلى المناطق المرغوبة في مندوب حماة. بعض المساعدات التي تدخل إلى منطقة حمص بعض المساعدات تدخل إلى منطقة حمص تأكيدا على سلمية الثورة واستمرارنا حتى النهاية. لن نبقي أحد جائع أو بدون طعام أو بدون لباس. بعد مخلفات القصف على منطقة بابا عمر، الأهالي يقومون بتوزيع المعونات على تلك المنطقة. شاكرين الله وحامدينه. 6/11/2011.